بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم معنا في كورس ادوبي الستريتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نتعامل مع حاجة جميلة جدا في برنامج الستريتور وتفيدك كتير وانت شغال، وليها اكتر من حاجة. تعالوا نشوف مع بعض. ده برنامج ادوبي الستريتور، اوكي؟ هات لنا الارت بورد بتاعتنا كده، وهات اداة الارت بورد وكبرها لنا شوية كده علشان نجرب براحتنا. حلو قوي. من قائمة ويندو هات لي سويتشز، ماشي، وهات منها اللايبرز اللي فيها، سويتش لايبرز مينيو، دوس عليها. في حاجات كتير حلوة، من ضمن الحاجات الحلوة دي هناخد حاجة حلوة منهم وهنجربها مع بعض، انا وانت هنجربها مع بعض. خلاص، باترنز حاجة جميلة جدا، هتلاقي فيها كذا حاجة وكل حاجة تحتوي على شوية حاجات. لو جبت اي حاجة منهم هتظهر لك على اساس انك تستخدمها. عايز تستخدمها، شوف الشكل بتاعك اللي انت هترسمه، شوف بقى هترسمه بشكل، هترسمه بباص، هتعمله فيل بالحاجات دي، ماشي؟ يعني مثلا انا لو عملت كده، ماشي، ورحت عامل كده مثلا، بص كل دي حاجات ايه ممكن ان انت تجربها، اهي قدامك حاجة زي كده، خدت بالك؟ حاجة زي كده، ماشي؟ تيجي ايه ترسم وتمشي بالسهم بقى زي ما عرفنا الاسهم دي، ماشي، تمشي كده يجيب لك باترنز تانية مختلفة، واخد بالك ازاي؟ تمشي كده هيجيب لك باترنز من نوع تاني مختلف اهو، واخد بالك؟ وهكذا بتلاقي ايه حاجات متعددة قدامك تقدر ان انت تشتغل بيها بفضل الله بكل سهولة. اهو بص، يعني مثلا ده شكله اهو، بص ترسم وتروح ايه مطبع الشكل تبص عليه، واخد بالك؟ ترسم كده وتروح حاطط الشكل عشان تجربه تبص عليه، واخد بالك؟ ترسم كده الشكل اللي انت عايزه، ماشي، وتبدا تجرب الباترنز اللي انت عايزها. ترسم اي شكل انت عايزه، انا مش بقول لك ارسم راوند ريكتانجل وخلاص، لا. طب ما انا ممكن ارسم ستار كده واغير اجيب اي حاجه تاني فيها، يعني واخد بالك؟ ارسم الشكل اللي انا عاوزه، اوكي، ارسم الشكل اللي انا عايزه. اقلب بقى كده هتلاقي بقى حاجات ايه حلوه، هتلاقي حاجات مختلفه، هتلاقي حاجات لما بتترسم باشكال وتيجي ترسمها باشكال تانية تلاقي ليها ايه يعني روح مختلفة كده عن الشكل الاولاني، يعني بس نفس المية بتاعت الشكل، يعني واخد بالك؟ فانت هنا بفضل الله بترسم الحاجة اللي انت عايزها، واخد بالك؟ وبتطبق هنا الباترن اللي انت عاوزه، واخد بالك؟ تلاقي عندك حاجات كتير وحاجات ممكن تفيدك في شغلك وانت شغال تبقى محتاجها جدا، وعشان تعملها تلاقيها مثلا ايه صعبة عليك، فدي بتسهلها لك. دي وانت شغال بتعمل ايه؟ بتسهل عليك بفضل الله جامد جدا، واخد بالك؟ بتسهل عليك بطريقه جميله جدا زي ما انت مش شايفين اهو، بص اهو احنا عمالين نجرب اهو اشكال مختلفه علشان نشوفها مع بعض. دي باترنز انت بتبدا تشتغل بيها وتنزلها تجرب عليها تشوف ايه نظامها، تشوف ايه اللي انت محتاجه منها، ايه اللي انت عايز تجربه، ايه اللي انت عايز تشتغل بيه. دي كده الباترنز قدامك، كل دي كده باترنز لغايه هنا، ماشي. ده غير ان طبعا ايه انت ممكن يعني مستواك يتطور وتعمل حاجات افضل من كده كمان، ولكن في حاجات جميله زي ما شايفين مع بعض احنا بنشتغل بيها وبتجيلنا بسهوله. وطبعا انا ما وريتكش كل الباترنز ده، انا بس ايه وريتك ايه تخطيف كده او عينات منها علشان تعرف ان دي حاجه ممكن وانت شغال تحتاجها تحطها نقش على حاجه معينه تشتغل بيها في حته معينه وتبقى سهلة معاك جدا بدل انت ما تتعب فيها بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟
وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.